مباراة القادمة لفريق الترجي التونسي أمام فريق النادي سليمان الريادي في الجولة الثانية من الدوري التونسي، لكي تجد المباراة مع علي فضل الطاط بزر ضيق وشراب القناة. ملعب المستفيد المباراة ملعب البلدي بسليمان في تم الساعة 3:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:30 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تلقى المباراة عبر قناة الوطنية الوحيدة، وسوف تلعب يوم 25/9/2024. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وأعطيكم موعد في موعد قادم.